السلام عليكم متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في الدرس الخامس من سلسلة تعلم اللغة التركية من الألف إلى الياء، ودرس اليوم غادي يكون تحت عنوان الطقس وفصول السنة. إذا خذوا ورقة وقلم ولنبدأ على بركة الله. درس باش هوا في موسم لار. هوا نصو، كيف حال الطقس؟ هوا نصو، كيف حال الطقس؟ هوا نصو، كيف حال الطقس؟ سجاك هوا، طقس حار. سجاك هوا، طقس حار. سجاك هوا، طقس حار. صوك هوا، طقس بارد. صوك هوا، طقس بارد. صوك هوا، طقس بارد. جنشلي هوا، طقس مشمس. جنشلي هوا، طقس مشمس. جنشلي هوا، طقس مشمس. بولوتلو هوا، طقس غائم. بولوتلو هوا، طقس غائم. بولوتلو هوا، طقس غائم. يا مور يا يور، إنها تمطر. يا مور يا يور، إنها تمطر. يا مور يا يور، إنها تمطر. كار يا يور، إنها تثلج. كار يا يور، إنها تثلج. كار يا يور، إنها تثلج. روسكارلي، إنه عاصف. روزكارلي، إنه عاصف. روزكارلي، إنه عاصف. كش موسمة، فصل الشتاء. كش موسمة، فصل الشتاء. كش موسمة، فصل الشتاء. صم بهار موسمة، فصل الخريف. صم بهار موسمة، فصل الخريف. صم بهار موسمة، فصل الخريف. كيك بهار موسمة، فصل الربيع. إك بهار موسمة، فصل الربيع. إك بهار موسمة، فصل الربيع. ياس موسمة، فصل الصيف. ياس موسمة، فصل الصيف. ياس موسمة، فصل الصيف. درس اليوم انتهى. كنتمنى مستمعي الكرام أنكم تكونوا استفدتوا منه. نضرب لكم موعد بإذن الله في الدرس القادم. خليت لكم الراحة، تبقوا على ألف خير.